أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا في تفسير سورة الحشر أن القدوس هو المنزه عن كل عيب ونقص، فهل يجوز إطلاق لفظ القديس على غير الله كأن يقال فلان عالم قديس؟ قديس لا أصل له، هذا من اصطلاح النصارى، لا أصل لكلمة القديس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قول بعضهم كل ما سوى لكن الله، لكن في القرآن قسيس، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وقساوسة، هذا الموجود. أما القسيس القديس هذا لا وجود له. نعم.